بسم الله الرحمن الرحيم. سليمان هو جدا ما انت هو جدا ابقى ونيه لين شيقالنا ونروح جبيان عبتو يجرير يقرف قارف يوح والبو نروكيني وحاسين هو هبرقدر نعيب واركيسين هبرقدر تقاركوت ما نيق لهين واركيسين ابقى لك ونقود دقريان راح سليمان وحرمنا ان ويل كينو وسيف نقضه وقضب كوات وانا ان الله هو القراه وانا ان لقيميه احمد دوله رجل قوي ايه غيرنا ايه لو مدرين صاب ويركين لو قدروا مالي محكمة هي دون جوا محكمة عيد مجوا واحد كانوا الريحة يسال على كرما نبوق نبوق التوتشية يري بعد النمل رجينا الحبيب مالين ناقها اللي حفار طبعا يقول ناقها إن إيجيا كري كشقينا التوتشية هن عوين السلامانو توتشية أوكي دائرة أوكي يا كارا رجينا الشيكا جوضر ياشا إن القوة إيان ناق إلما أقبتو أذكر راح يسال تمحاسل يرتيد القوي شرع على جليسة كحمين شرع على جليسة بغسطو كحمين الله ديار واي وح الله شرع على جليسة ما أنت ألقى وحي تعدويل كي يخد السياسة بناك الجوال اللي توقنين وح عربنا السلام الله عليكم ورحمة الله سيد هذا أرت نيكا نادو جي دائر أرت ودائر على السوق دائر على السوق طبعا نبينا ذا المحكمة ديسا قاد بي أفرون ده ومحكمة ديسكا بابلغة وولي عدو إساق الدون وكو كرباشو عدو دوننا وكو تاغيرو هذا داهر عمر ما عندما نوين إنه كسر حد لاي كيس كي سيد علي أولي بقاسة إسقو مرنا دفاع أي مرنا عن كي كسر حد لاي إسقو معنا حدوش كسر أيو دمبي إذا أولي هاي ريح عج سليمان إن دول كاس ديبتان وأتو قص بلادين وان ديبتين هذا نوع حد قص بنتين إن لديو أت أو جلاتان هذا هو حين نقطي إن هذا الحين تو بدن أيام عين نقطي داهر مرنا محور هلك أسر جوسنا مرنا قتاجيريا مقال كان هذا وجديد وحوليه داهر ويلكي هو سيد عليها دم بمره حاس كيس السجن مقبول هذا هو حرام نقبل مقال كان إن بل إسلاف فلان غينو أولي بعدي قول لايك نو ساري سيد سبسكرايب نو ساري سيد كمين أسي على يو شرط كعكاب حي هلك دك هذا ورقة فهو مقال دك الكاس أوكي أنت أنا قفول أن مغلوس والله وبالله أو طلع وح الله لو حد هذا معنا خلك عيد أنت لك مدى كل شيء قال ويلكا إنه بنان كجو يقرع على أسكنا أوكي على عبان هو ده ويلكا ويل فكين جانجيا أو هبر كذا أو باق ومسه الريح سنة إنه موت ياو برادر عد كلاف يا رب هذه ما قلت هاي ما وروحوا يا هبا عضو خيمة كل اللي يا لكن بعد هاس يقبل كأنا كوقف مرة ولا كوحكوش يا جوا دام بعيدا بجوار بار كسر ولا عندروس شغالة وين من عندهمي نجستا قصر جوا حاوي إلا تكتوى نكاس دين بقى كعديا أو أنت ما حاوي قصر كا وكعديا أو أنت كم عدا أرمشان ودك كثير بالعدالة ما يستوي شقينا يصور ميا كوشي أرمشان عدي عدالة نقطة عدالة هدي ضرر نقطة أرتو داير هذا الكيسة طبعا يعني يحوي أنت أسكب هذا الرد بسيط لجاي زين كرو داير هذا الكيسة تنسي وضمه وقدم بابنا داير مقالد وبلن أحد أوسمه وولي بوسوق ليه برتيسا تيك توكا او مرك قار حتى لايف اف ايهين مركا دريمي كرتي ورتو واحد اركيسا كيسس كو قبطو او داير او هاندول غريو او وليبو قار كود ان سي كرنو واحد جيرنيمو حكميدا كيس كان هدا سيد علي ورتو سيد علي ددكي قارون وي ودا ددكي ودا كسايا سيد علي سعيد معلي داوود قوي oo taqaanan waa ninkii yaani maalmahan dambe ku soo cambaxay oo ku cambaxay ma dhig karnay waa ninkii haaskiisa gacantisa ku gubay waliba ninka awada taqaanin isagoo haaskiisa gacantisa ku gubay hadana isagoo baxsad aan kale soo qabtay maxkamada la geeyay kiiskiisina wali waxa weeye ay tahay yaani faano le fariik ama qodlo sababtoo ah maxkamadii gobolka banaadir طبعاً وضفني كوات أي سمسي محكمة كوات يولي وقرصوري كوات محكمة معناها الدنبي ويل كان إنه قلي كعدي مرقاتياشي إلى صوبة نجاي وحاد عدي إن كيس كي الحكومة ويلي ودوشا نكاني الدنبي إساقة وصارتي ونسخكرتي ما دام ويلي أنا أنيجا قبتي قرغيجا دبكا أي أسبابتي كوبتي يعني قبر داسنا أنيجا لها قرغي نوحا قبتي مسير درتيس وأنيجا إنتا صورنا كسو شاكينيني أرميه سأل سعوتين حال كيسا
maanta meeshuu maraya aad mid mid ula socotaan. Haddaba waxaan rabaa inaan ka daba geysado kale kiiskan maxay tahay waxa ilaa hadda uu u yahay kiis aan innabo yani waxa weeye in la xaliyo oo waliba ninkan in la toogto misana in oda cabdicasiis dabcan la qanciyo ee arrinta meesha ay hadda maanta aysan u taagnayn. Horta aba cabdicasiis waa yani oday soomaaliyeed ka mid ahna odayaasha dabcan waxa weeye dhaqankooda iyo waliba afkaartooda in ay tahay mar waliba mid yani in mid toosan oo waliba in la raaco u baahan. Horta taanel ku hadda uu rabo cabdicasiis in lagu adeeco uu raaco waxay tahay siduu hore u sheegay u dhahay dil toogash waxa ahayn kuma qanacno waliba aniga ahaanka aabaahan kuma qanacno. Wiilkan dabcan horta sid cali ah reerkiisa wada fadhigii koowaad inta la yeelan maxkamadda waliba aysan racfaanka ay qaadanin ka hor yani waxaa dhacday in macnaha kiiskan ay u qaataan inay dhayarsadaan macnaha deeldeel ama waliba ay u qaataan iyagoo xitaa yasma maray qaarayta sameynayaan. Wakii odayga cabdicasiis uu ka hadlo dhahay waa la yimaaday waxaa lagu dhahay waraniyow kontan halaad diya qaada lagu yiri astaghfirullah diya qaada lagu yiri diya qaado waxaad samaysaa arrintan ka tanaasul waan yaabay afkan qabsaduu yiri waxaan sameeyaan ku hadlayn garan waaye waan iska aamusuu yiri anigu hadalkaygii dib u laqay waxaa dhacduu yiri in macnaha haddana la yidhaho macnaha in la yidhaho warwiilka diya qaaday noo soo siidaa haddana markan haddana yacni hadal oo yacni adiga qof maaragtay markuu kula hadlaa camal asagoo kaasii jooda camal kula hadlaa camal leh ayay la hadluu yiri calaa kulli xaal waxaa dhacday hadalkii oda cabdicasiis lala hadlay iyo weliba yacni hadalladii lagu turtuuray inay macnaha ka dhigeen inuu isagana in la yasay ahaan inay meesha uga soo baxday uuna qaatay go-aan ah in gabadhiisa ninkii toogto yani gacantiisa yani ku dilay weliba gacantiisa ku gubay in macnaha loo toogto. Waa kii uu sheegay gabadha markii la xabaalay allah unaxariisteen uu yidhi gabadhayda dabcan iyo weliba sayigeeda oo gacantiisa ku gubay waxaan rabaa inay waxaa weeye hal meel ay yacni caawa ka wada casheeyaan gabadhiioo xitaa aan la duugin xitaa inuu yidhi maadaama maxkamadda go-aankii yacni wadafadhigii koowaad ay gaartay waa kii macnaha uu yidhi alla ii toogto toogashadii kadib racfaankii la qaatay hadda kadib haddana waa kii hadana xoon marlood ay yacni saxiixday ee tiri yacni ninkaani tiirka ha la geeyo. Tiirkii waa la geeyey wuxuu ku jiraa goobtii yacni ninkan dilka toogashada looga sii qaadi lahaa weliba xabsigii dilka toogashada dadka la geenaya ayuu ku jiraa waxaa la leeyahay marka hadalla waxaa jira saddex maraayo ah ninkaani asbaabta loo toogan laayahay ilaa hadda waa la garan laayahay. Dadka qaar waxay leeyihiin ma waxaa jirto in ninkaani uu yacni sameynayo arrin ah in macnaha la doonayo daaha gadaashiisa iyo maxkamaddii in isla maro oo weliba oda cabdicasiis lagu qanacsiyo inuu qaato diyo. Marba waxaa maqalnay oda cabdicasiis in la yidhi waxaa weeye 200,000 oo waxaan kusiinana oo lacag oo USD dollar ah qaado. Marka oda cabdicasiis iyo qaraabadiisoo hadleen oo aysana sheegeen oo dhaheen annaga lacag uma baahnin dabcan meesha hadda oda cabdicasiis kasoo jeedo lacag weliba isaga qaasid ahaan oda cabdicasiis yani wuxuu dhahay aniga lacag maanta waxaa nooga baahanahay inaan qaato ma jirto. Way jirtaa oda cabdicasiis inuu macnaha wiilkaan iska cafiyo laakiin siduu asaga hadda noo sheegay wuxuu leeyahay wax diya haddaan u baahanahay kiiskan sidaan oo dhan uma fogeyeen yacni heerkan ilama gaareen. Oda cabdicasiis dabcan ilaa hadda wuxuu ku taagan yahay go-aankii ahaa hal ii toogto ninkan maxkamadda go-aanka way gaartay oo ninkaa tiirka waa la geeyey waxaa la sugayaa saxiixa madaxweynaha oo ilaa hadda qof weliba uu sugayo saxiixa madaxweynaha oo aan la helina qof yacni tiirka lama geeyo sidiisaba yani waa sharciga adduunweynaha yani dabcan adduunweynaha ma odhihi karnay laakiin soomaaliya ka jiro iyo inta kaleoo macnaha diinta islaaminimada ku dhaqmayso oo aan nafsu binafsi isticmaalayso dabcan ninkan hadda dabcan maxaa sayid cali ah kiiskiisa dadka mar walba wayna soo weydiiya waxay leeyihiin sayid cali maxaa kiiskiisa ilaa hadda loo dhameyn laahay maxay tahay waxa loo soo afjari laahay sayid cali maysbal is dhihi karaa kiiskiisa wuxuu u soo afjarmi laayahay wax kale ma ahane waa arrin ah la xiriirto in oda cabdicasiis lagu qanacsiinaa diyo inuu xoog ku qaato. Oda cabdicasiis dabcan horta wuxuu joogaa meel dowladda ay ka taliso dowladda ay mas-uul ka tahay weliba kiiskan hadda gacanta wax ku hayna waa dowlad waxa doonayo in kiiskan la meel mariyana waa dowlad. Waxaan leenahay waxay yacni waxaa weeye mahadcelin yacni u sugnaatay kiiskan inta qof ay kala qayb qaadatay in macnaha loo helo cadaaladda luul cabdicasiis iyo weliba aabaheed ee luul jasiiran ka wadaayay
iyo waliba ciyaalkeeda ciyaalkeeda oo waxa weeye uu Cabdicasiis maanta agoomo weyn oo urubo agoomo weyn maantana rajooyin noqdeen oo waliba muuqaalada laga soo duubay markaad fiirisid maalin waliba soo bandhigay in ay yihiin kuwo qalbi ku taabanay hadii aanigi daawanay maanta ay ahayd walaasha oo waliba lisdiila lur Cabdicasiis yani waa tii xitaa aan ogeyn maalin dhaweeyto odaygii ilmahan ilul ay dhashay ninkii hore yani ka ilma dhalay ilul oo waliba ka dhimanayay awowgood oo jooga dalka Sacuudiga qunsuliyadda Sacuudiga waa tii warqad uu kasoo saaray uu dhahay asagoo beesh xawaalad kasoo jooda waxaan rabaa in kiiska la soo gabagabeeyo gabi ahaanbo aan wuxuu dhahay diyada reer Xaaji Saleebaan iyo aniga oo waliba ciyaalka awowgood inaan ku xisaabtanno aniga siyaan kiiskan soo gabagabeeyo waa tii xitaa ay gabdhihiis xitaa ku kaceen oo dhaheen annaga haddaan ahaan lahayn booska ku jireen masaas ay tahay noo qaataan iska muslimiin yani waxaa adiga dareemi kartaa in kiiskan marnaba uu yahay lagama leexdaan uu yahay kiis macnaha in adiga laftiga sida u jeedid in macnaha in loo xali u baahay horta waxaan dhihi lahaa kiiskan in macnaha cadaaladda la helo ayaa mar waliba lagu qasban yahay waliba looga hadlo sida saxda ah eena ku habboon in oda Cabdicasiis siduu ku qanacay ay tahay diinta islaamka ay jideynayso annagana aan doonayno inaan yacni waxa weeye arrintaas aan tixraacno bal muuqaalka loo laagiree meel leer noo gaarsii haddii tabar muuqaalka ugu soo booqdo waxaan ku leeyahay subscribe loo saaro waa muhiim ma saartay waxaan ku leeyahay muuqaalka sidoo kale like loo saaro adigana loo share gareeya la wadaaga saaxiibadiina.